أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن فكرة قيم روسيا بتدمير التراث الثقافي لأوكرانيا لا أساس لها من الصحة. وقال خلال اجتماع مشترك للجنة الاتحاد الروسي لليونسكو إن محاولات التقليل من شأن روسيا بسبب ادعاءات تدمير التراث الثقافي لأوكرانيا تسير على نفس المنوال من دون تقديم أي دليل لتحقيق هذه الغاية. وأضاف أن المعايير المزدوجة التي يضرب بها المثل تظهر بانتظام في القرارات المناهضة لروسيا التي يتخذها الغرب.